كتب غيرتنا من الشرق بودكاست. يا هلا والله فيكم في حلقة جديدة من برنامج كتب غيرتنا من الشرق بودكاست. حلقة اليوم نتكلم عن كتاب باع ملايين من النسخ حول العالم، لأنها كانت قصة كفاح لامرأة قدرت تقلب حياتها رأسا على عقب بسبب عزيمتها. كتاب اليوم هو Shark Tales بقلم المستثمرة الأسطورية باربرا كوركوران. باربرا كوركوران هي سيدة أعمال أمريكية ومستثمرة وكاتبة، وفوق كل هذا شخصية تلفزيونية يمكن تعرفونها من البرنامج الناجح Shark Tank. باربرا معروفة بأنها المرأة اللي حولت $1,000 إلى مليارات من الدولارات. هذا اللي خلاها تكتب كتابها اللي تعلم فيه أساليب العمل وريادة الأعمال اللي طبقتها. على الرغم من التركيز على العقارات، يمكن تطبيق أفكار واستراتيجيات اللي قدمتها لنا باربرا على أي نوع من الأعمال. باربرا هي مثال أنك تقدر تقلب حياتك تماماً إذا كنت تملك الإصرار والعزيمة وتقدر تحقق نجاحات بأي عمر كان. كانت كوركوران في 60 من عمرها عندما بثت أول حلقة من شارك تانك في عام 2009، ولا زالت تحقق نجاحات لهذا اليوم. ولدت باربرا في مدينة إجواتر بولاية نيوجيرسي، هي ثاني ابنة من 10 أطفال. طوال المدرسة الابتدائية وفي الكلية عانت من عسر القراءة، بسبب ذلك تخرجت بالكاد من المدرسة الثانوية بمعدل مقبول. بعد تخرجها من الكلية بشهادة التربية والتعليم، أمضت باربرا عاماً في التدريس. بعدين اكتشفت أن المهنة مو مناسبة لها. في إحدى المقابلات قالت باربرا أن أحد أكبر رفضاتها جاءت عندما تم توبيخها ووصفها بأنها غبية لعدم قدرتها على القراءة في الصف الأول. تتذكر أن معلمتها قامت بتوبيخها أمام الفصل بأكمله لعدم قدرتها على القراءة بشكل صحيح. وأكملت باربرا لتقول أنها تشعر الآن بالامتنان لأنها عملت بشكل سيء للغاية. صرحت أن العمل مليء بالرفض والسخرية والنظر إليها على أنها دخيلة، ومع ذلك فقط وجدت مكانتها المناسبة. تقدر أنها اشتغلت 20 وظيفة مختلفة بحلول السن 23. واصلت البحث عن مهنتها المثالية عندما أقنعها صديقها في ذاك الوقت بترك وظيفتها كنادلة بدلا من ذلك العمل في وكالة عقارات. حصلت على وظيفة تعمل كموظفة استقبال في شركة جيفوني براذرز العقارية. كانت تبي جدا أنها تصير رائدة أعمال وتصير هي مديرة نفسها، لذلك أخذت هي وصديقها في ذاك الوقت قرضا صغيرا لتكوين كوركوران سايمون. بعد عدة سنوات انفصلت عن صديقها وانطلقت بمفردها من خلال تأسيس The Corcoran Group. خلال منتصف السبعينات كرست باربرا كوركوران الكثير من الوقت والجهد لتطوير علامتها التجارية وترسيخ نفسها كخبيرة العقارات في نيويورك. أثمر العمل الشاق في عام 2001 لما باعت The Corcoran Group لشركة NRT المعروفة سابقا باسم National Realty Trust مقابل $66 مليون. ما الذي دفع كوركوران للنجاح؟ في مقابلة تنسب باربرا الفضل إلى صديقها السابق لأنها قررت ترك العلاقة بعد أن اكتشفت أنه كان يخونها، وقال لها بأنها لن تنجح أبدا بدونه. استخدمت هذه الكلمات كدافع لمواصلة بناء أعمالها. كان لدى كوركوران هدف واحد في الاعتبار، أن تصبح ملكة العقارات في نيويورك من خلال توظيف دروس الحياة اللي تعلمتها من الحياة. وحتى على يد أمها الخارقة تغلبت باربرا كوركوران على كل عقبة أعاقت طريقها إلى النجاح، سواء كان ذلك إيجاد طريقة إبداعية لبيع 82 شقة متداعية أو غير مرغوب فيها، أو تقديم تضحيات شخصية من أجل الحفاظ على موظفين مبيعات العاملين لديها. تعتبر السيدة كوركوران دليلاً على أن الحس التجاري الأفضل أحياناً هو ببساطة الفطرة السليمة، والقليل من الخيال والوقاحة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً. صار عندها بعدين أكثر من دخل، ومنهم كان برنامج شارك تانك. يقال أنها تكسب $500,000 لكل حلقة. كسبت أيضاً أموال من الاستثمارات اللي قامت بها خلال العرض. The Comfy هو الاستثمار الأكثر نجاحاً لباربرا من خلال البرنامج. ساهمت بحوالي $50,000 في الشركة الناشئة. اليوم تبلغ حصتها حوالي $27 مليون. من المثير للاهتمام تقول كوركوران أنها فقدت الكثير من المال خلال أول عامين لها في شارك تانك. تقول أنها غالباً كانت تخسر المال في البداية لأنها ركزت بشدة على العمل بدلاً من الناس. في النهاية أدركت أنها يمكن أن تحصل على نتائج أفضل من خلال الاستثمار في مندوبين مبيعات جيدين، حتى لو لم يكن لديهم خطط عمل رائعة. يمكنها مساعدتهم في هذا الجانب لبناء شركة ناجحة.
تبلغ ثروة بابرا حالياً فوق 100 مليون دولار، وأبرمت حوالي 53 صفقة في برنامج شارك تانك مع أكبر الاستثمارات، ونشرت اليوم العديد من الكتب التي كانت من بين أفضل كتب ريادة الأعمال مبيعاً. باربرا كوركوران مثال على أن صراعات الحياة المبكرة لا تعني أن النجاح لا يمكن أن يأتي لاحقاً في الحياة، إنها أيضاً مثال على كيف يمكن أن يؤدي العمل الجاد والمثابرة إلى النجاح، وأيضاً هي مصدر إلهام لأولئك اللي يعانون من صعوبات التعلم، وأثبتت أن تلك الإعاقات لا تحتاج إلى إعاقتك. شكراً لأنكم قعدتوا معانا اليوم وسمعتوا قصة مختصرة لباربرا. إذا ودكم تعرفون أكثر تفاصيل نجاحها، إذن أنصحكم بقراءة الكتاب. تابعونا على جميع منصات الشرق عشان ما تفوتون أي حلقة.